مرحبا بحضراتكم مرة تانية في نادي الشباب في التفكير الاستراتيجي ومجموعة التفكير الاستراتيجي. معانا النهاردة فعالية طبعا من فعاليات النادي اللي بيهدف من خلالها في تعزيز وعي الشباب في قضايا التفكير والإدارة والتخطيط الاستراتيجي. ومحاضرة اليوم في يعني لب هذا الموضوع معانا الدكتور وائل شديد. محاضرتنا اليوم هتكون تحت عنوان التفكير الاستراتيجي ودوره في صناعة المستقبل، يعني كور الحديث النهارده هيكون عن التفكير الاستراتيجي. دكتور وائل شديد هو مستشار الإدارة الاستراتيجية في البيئات المعقدة. إن شاء الله محاضرتنا هتكون عبارة عن ساعتين. دكتور وائل هيقدم محاضرته في خلال ساعة ونصف، ثم إن شاء الله نطرح فرصة للمداخلات وأخذ الأسئلة والرد عليها إن شاء الله. طبعا المداخلات زي ما تعودنا في النادي الشباب إن إحنا بناخدها يا إما صوتية بمشاركة المتداخل، أو إننا بناخدها عن طريق الشات، فإما ترفع إيدك علشان في علامة رفع اليد طبعا في أسفل شاشة الزوم، ممكن تستخدم علامة رفع اليد، أو ممكن تكتب سؤالك على الشات وإن شاء الله الدكتور يجاوب عليه. إحنا تأخرنا عليكم في بداية المحاضرة، الأول كل سنة طيبين بمناسبة العام الجديد طبعا، فخلينا نبدأ مع الدكتور. كل سنة طيب يا دكتور، تفضل. الله يعطيك العافية، شكرا لمجموعة التفكير الاستراتيجي ولا يعني نادي الشباب. طبعا بالتعريف هو الشباب اللي هو تحت 70 سنة، يعني علشان نجبر بخاطرنا يعني. وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله تعالى يكون هذا عام جديد وعام خير وبركة على الجميع بإذن الله تعالى. الحقيقة يعني محاضرة اليوم كانت بخصوص التفكير الاستراتيجي، وأنا يعني بعتقد أنه موضوع التفكير الاستراتيجي موضوع كثير مهم، لأنه هو أساس كثير من التقدم إلى الأمام أو من نظرات التغيير اللي ممكن تحدث فارق كبير في المستقبل، سواء للأفراد أو للمؤسسات أو للدول. فهو موضوع يعني في غاية الأهمية، راح نتطرق إليه في بعض الأبعاد. طبعا هو موضوع كبير لكن سنتطرق عليه في بعض الأبعاد إن شاء الله، نحاول أن نسلط الضوء على بعض القضايا المهمة في هذا الموضوع. أنا راح أشارك معكم الشاشة عشان نشوف البرزنتيشن، فإن شاء الله تعالى نعمل إنها تكون واضحة. واضحة يا دكتور، واضحة جدا. تمام، أوكي. فإن شاء الله تعالى نبدأ في هالموضوع. قبل أن نبدأ في الموضوع، إيش المحتوى؟ بدي يكون بشكل عام كن وحقيقة التفكير الاستراتيجي هو إيه. التفكير الاستراتيجي موقعه من التحليل والتخطيط والتنفيذ الاستراتيجي. طبعا سامحوني شوية، أنا مسكت هيك شوية رشح، لكن معلش يمكن أزعجكم، لكن ربنا يسامح. حنحكي عن خصائصه ودوافعه، المعوقات، بعض أنماط التفكير الاستراتيجي، وإن شاء الله تعالى إنه نترك المجال بعد ذلك للحوار. أنا كالعادة يمكن ما أطول معكم كتير، لكن راح إن شاء الله قدر الإمكان نحاول نوصل الفكرة بطريقة معقولة ومنطق، يعني تكون إن شاء الله منطقية بإذن الله تعالى. في البداية إحنا بنسمع نعرف إحنا إنه في تفكير استراتيجي، بعدين في تحليل استراتيجي، بعدين في تخطيط استراتيجي، ثم هناك التنفيذ الاستراتيجي. هو طيب، هو إيش الفروقات اللي بينهم بشكل عام؟ إحنا أي تنفيذ استراتيجي لمرحلة التنفيذ يجب أن يسبقه تخطيط، والتخطيط الاستراتيجي في بعض الناس بيدخل في التحليل الاستراتيجي، مش مشكلة سواء دخل أو كان هو يعني فيز مستقل، مش هذه المشكلة عندنا. لكن قبل التحليل الاستراتيجي بدي يكون هناك التفكير الاستراتيجي، هي الفكرة لما تتولد عندك، لما أنت تشوف المحيط ثم تستشرف المستقبل. لأن إحنا لما نتحدث عن الاستراتيجية بشكل عام، إحنا نتحدث عن المستقبل، ماذا في المستقبل، كيف ممكن نصل للمستقبل، الطريق الذي نصل إليه، الأهداف المطلوبة، الوسائل الموجودة، كل هذه القضايا نتحدث فيها عن المستقبل. فلا تستطيع أنك تقوم بأي عملية تنفيذ استراتيجي بدون ما في خطة استراتيجية، بدون ما يكون في تحليل استراتيجي، بدون ما يكون في تفكير استراتيجي، اللي هو النبعة، اللي هو التريجر، اللي هو الشرارة
اللي بدها تطلع الفكرة اللي بدنا نولدها علشان المستقبل نتحرك إليه، وبالتالي نضع التحليلات والتخطيط من أجله. وبالتالي فالتحليل الاستراتيجي هو أصلاً يسبق عملية التخطيط الاستراتيجي والتحليل الاستراتيجي، يسبقها، وأن هي التريجر، هي الشرارة اللي بتطلع الفكرة. ومن هنا تأتي أهميته، وبالتالي يعني راح نتحدث بعد قليل عن أهمية الإبداع في هذا المجال. طبعاً التفكير الاستراتيجي، أي إنسان بيمارس التفكير الاستراتيجي راح تلقائياً يتداخل أيضاً مع التخطيط الاستراتيجي، بيستمر معاه، لأنه المخطط الاستراتيجي أو عندما نضع الخطط أو نشكل الخطط أو نشكل استراتيجيات، فلازم نكون دائماً نرجع نعمل فيدباك مع التفكير الاستراتيجي، هل هذا يتناسب مع الفكرة أصلاً أو مع تفكيرنا والأفكار اللي انطلقت معنا ولا لا؟ فهذه دائما ايضا قضيه مهمه. وبالتالي التفكير موجود دائما مع التخطيط الاستراتيجي. التفكير الاستراتيجي ايضا بيرصد النمط واشكال الاستراتيجيات القائمه، بيحاول ايضا يعمل معها، يقارنها، انه والله معقول، هل هذه ممكن تؤدي الى الخطه او تؤدي الى ما نفكر فيه. فاذا كان التخطيط خيار، انا حقيقه بعتقد انه التفكير الاستراتيجي هو واجب، مش بس خيار، يعني هو واجب مهم جدا. التخطيط الاستراتيجي كمان بيطور موهبة التفكير الاستراتيجي بيطور موهبة التفكير في الاستراتيجي. ما ناس موجودين يمكن نضع الخطط الاستراتيجية، والخطط الاستراتيجية بشكل عام المنتج النهائي، مش كيف نخطط البروسيس نفسها، أنا بحكي عن المنتج النهائي تبع التخطيط الاستراتيجي، بيطلع زي ما أنتم عارفين جميعا، والله بيطلع معنا رؤية، بيطلع معنا رسالة، بيطلع معنا أهداف استراتيجية، بيطلع معنا خيارات الاستراتيجية اللي بدنا نتحرك فيها، بيطلع معنا سياسات وضوابط، هذا صحيح. لكن إذا كان اللي بيمارس عملية التخطيط الاستراتيجي عنده موهبة التفكير، هاي الحقيقة بتطور عملية التخطيط، بتطور وسائل جديدة، بتطور خيارات استراتيجية جديدة، وبالتالي ممكن إنه نصل لأفاق ما كنا واصلينها بدون أخذ التفكير الاستراتيجي في عين الاعتبار. تفكير استراتيجي أيضا يراقب عملية التنفيذ الاستراتيجي على الأرض ومدى موائمتها مع التوجه الاستراتيجي اللي تم اعتماده. وبالتالي نجد أن التفكير الاستراتيجي حيظل مصاحبنا من البداية حتى مراحل التنفيذ، ودائما في فيدباك، ودائما عملية مراقبة وتطوير ورصد، حتى نقول والله أنه ما ننفذه على المستوى الاستراتيجي فعلا متوافق مع ما فكرنا فيه في البداية. القضية الأخرى الآن، لو بدنا نتحدث عن ماهية، شوف إن هو يعني إيش هو التفكير الاستراتيجي، وخلينا نوقف شوي في هذا الأمر. أولا، في من وجهة نظري دائما ومن التجربة، التفكير الاستراتيجي بيعتمد على قدرة من يمارس التفكير الاستراتيجي، قدرته على الاستقراء، قدرته على الحدث، قدرته على بعد ذلك الإبداع. هاي قضايا مهمة وميزات مهمة للمفكر الاستراتيجي، وذلك تجده هو صاحي، يعني بيستطيع أن يقرأ الأحداث من زاوية شوي مختلفة عن الآخرين. بيستطيع لما يشوف الأحداث، وأنا بقصد هنا الأحداث الاستراتيجية اللي ممكن تعمل نقاط تحول turning points في المؤسسة عنده أو في الدولة أو في الوزارة أو في أو حتى على المستوى الشخصي، بيستطيع إنه يأخذ هذه الأحداث اللي ممكن يكون لها نقلات أو تحدث نقلات أو تحدث منعطفات للدولة أو للوزارة كما قلنا أو للمؤسسة بغض النظر كيف، فيستقرأ من هذه الأحداث مستقبل معين أو إشارات معينة، بيتشكل لديه حدث اللي هو الانتويشن، وبالتالي ممكن أن يبدع بعد ذلك فكرة. وذلك هي قضية مهمة في التفكير الاستراتيجي، ودائما أنا بحب أبدأ فيها وسلط الضوء عليها. طيب هو شو طبيعته التفكير الاستراتيجي، وهي أيضا نقف عندها شوي قليلا. التفكير الاستراتيجي في النهاية المنتج البرودكت اللي بده يطلع هو عبارة عن تصور ذهني وليس حقيقة ثابتة. هذه قضية مهمة، يعني أنا في بداية التفكير الاستراتيجي لما بشوف الأحداث بصير عندي حدث، بستقرأ بعض الأمور،
فبتطلع مندي وعندي والله يمكن أفكار شوي استراتيجية، هذه تبقى تصور ذهني، وما ينتج عنها من بعد ذلك هو تصور ذهني ليس حقيقة ثابتة. هاي قضية مهمة، متى يصبح حقيقة ثابتة؟ لما يتحول لمرحلة التحليل والتخطيط ثم التنفيذ، بعد ذلك يصبح ما فكرنا فيه وتصورنا وفكرنا بيصبح بعد ذلك حقيقة ثابتة، أو الواقع يثبت أنه ليس كذلك. ولذلك هذه قضية مهمة ننتبه إليها. يعني بمعنى آخر، من يمارس التفكير الاستراتيجي هو بقدر ما عنده الحدث وقدر ما عنده الاستقراء وقدر ما عنده يبدع أفكار، بده ينتبه إنه هذه ما زالت ليست حقيقة ثابتة وتحتاج إلى حوار. وهذا أيضا من معوقات أحيانا التفكير الاستراتيجي، حنصل إليه إن شاء الله في بند المعوقات، لأنه يحتاج إلى إقناع. وبذلك تجد بعض الناس، في بعض الناس بيقول لك والله هذا الإنسان والله سابق عصره، بيطرح بأفكار في عصره ما قادرين نستوعبوها. هذا صحيح، لأنه لأن هي ليست حقيقة ثابتة، وقضية إقناع الناس ليست عملية سهلة. وهناك بعض الأفكار يتم تطبيقها بعد 8 سنين، 5 سنين، 10 سنين، يمكن بعد 20 سنة، يمكن بعد ما يموت الشخص، وهذه قضية واردة. إذن هو تصور ذهني وليس حقيقة ثابتة. ثم القضية الأخرى أيضا أنه قضية أنه نظامي، يعني نسبة إلى النظام، نسبة إلى السيستم، سيستماتيك. يعني المفكر الاستراتيجي ما بفكر بزاوية واحدة، فإذا كان هو عنده دولة، إذا كان عنده وزارة، فهو يفكر بهذا بالسيستم بالكامل، مش بس في جزئية معينة. لأنه أحيانا الجزئية المعينة إذا أخذتها وفكرت فيها في البعد في البعد الاستراتيجي وما خطر على بالك، يجب أن يتم موائمته مع السيستم الكامل، وإلا ما بيركب بعد ذلك. هاي قضية أيضا دائما مهمة وننتبه إليها، أن المفكر الاستراتيجي ينظر للمؤسسة ككل، بينظر لعلاقاتها مع الخارج، بينظر لعلاقاتها الداخلية، بينظر لتفاعلاتها. لأنه أحيانا كثيرة بعض التفكير الاستراتيجي لا تناسبه التركيبة الداخلية للمؤسسة أو للدولة أو للوزارة التي ينتمي إليها. هذه قضية مهمة، لا تتناسب، يعني الأوضاع الداخلية غير مؤهلة، غير مهيئة لأن تتقبل هذه الفكرة. أحيانا الوضع الخارجي غير مهيئ إلا أنه يتقبل مثل هذه الفكرة. ولذلك المفكر الاستراتيجي بده يكون منتبه حتى لا يصاب، ليه؟ حتى لا يصاب بالإحباط. وبالتالي هو بده يكون يفهم أنه ما يطرحه من أفكار مستقبلية قد لا تناسب، قد لا تتوفر ظروف في البيئة الخارجية أو الإمكانات، أو قد لا تتوفر البنية الهيكلية أو الفهم التنظيمي الداخلي لما يطرحه من أفكار. قضية الأخرى أيضا في التفكير الاستراتيجي أنه مختنص للفرص. يعني دائما المفكر الاستراتيجي قناص فرص. ليه قناص فرص؟ لأنه حكينا في البداية من أول خطوة أنه يعتمد على الاستقراء والحدث والإبداع، وبالتالي ممكن يلمح على السريع متغير معين، هذا المتغير معين ممكن يلقط منه استشرافات للمستقبل، وبالتالي يستطيع يمكن أن يبني تصور ويقدمه بعد ذلك للآخرين. يفكر ميزته أنه راصد للبيئة المحيطة، والراصد للبيئة المحيطة بمعنى أنه يستطيع أن يفرق بين الأحداث التكتيكية التي تحدث وبين الأحداث اللي تبدو تكتيكية لكن لها مبشرات أو لها قوة دافعة ممكن تتحول إلى متغير كبير. التفكير الاستراتيجي أيضا هو نوع نمط متجه للمستقبل، ينظر إلى الأمور نظرة مسبقة، فبالتالي هو يتعامل مع المستقبل، هو لا يتعامل مع الماضي. بمعنى آخر، خط الزمن عند المفكر الاستراتيجي مش الماضي، خط الزمن عنده الماضي عشان يأخذ منه الدروس والعبر، خطه هو الحاضر والمستقبل. المفكر الاستراتيجي يثير الأسئلة الحرجة اللي ما يجرؤ كثير من الناس أن يطرحوها. مثلا تعرف أنت في الهياكل التنظيمية في جميع المؤسسات، ولا بغض النظر هي وزارة مؤسسة تنظيم، بغض النظر عما هو، الهيكلية الهرمية بتحن لا تسمح بإثارة الأسئلة الحرجة لاعتبارات كثيرة. مفكر استراتيجي لا، يسأل الأسئلة الحرجة هاي بكل ثقة ويطرحها على الآخرين، وبالتالي في بعض الناس يمكن يزعلوا منه،
لأنه بيسأل أسئلة حرجة أحياناً قد لا تكون الإجابة فيها واضحة، أو قد تكشف عن ثغرات أو قصور ذاتي موجود في داخل المؤسسة. قضية أخرى لازم نفهمها أيضاً إنه التفكير الاستراتيجي لا توجد أداة مثبتة إلى الآن لقياسه. يعني هو مش زي الأهداف المقيسة السمارت جولز، بمعنى إنه لو في كميات محددة نعمله KPIs، لأنه هذا فكر، فكر بتحدث عن فكرة في المستقبل وأفاق للمستقبل. فالذي يدعي أنه يستطيع أن يوجد أداة مثبتة أو KPIs لتفكير استراتيجي، لا، احنا متوقف عند هذا، نقول أنه ما في لحد الآن والله شيء ممكن أن يثبت ذلك. وبالتالي نستطيع أن نعرف التفكير الاستراتيجي بأنه نشاط فكري يعتمد على الاستقراء والحدث ليبدع صورة ذهنية مستقبلية بخصوص الأمر قيد التفكير. الآن ميزات هذا الاستراتيجي، نعم عنده ميزات، هو أو خصائص التفكير الاستراتيجي، العنوان بمعنى خصائص التفكير الاستراتيجي كما تحدثنا، هو تفكير على المدى الطويل مقابل الناس اللي بتفكر على المدى القصير، هو شيء ذهني مفاهيمي يعني conceptual، مقابل إن تفكير إنه أشياء مجردة وملموسة، وبالتالي عشان هيك إنه بيحكي مع المستقبل حدث مش شيء مجرد وملموس بعمله KPIs وبالتالي أنا ممكن أقيسه، متأملا بدلا من التنفيذ اليومي، هو بتأمل للمستقبل، الفعالية بينظر للفعالية مقابل الكفاءة، وأنتم تعرفوا إحنا بنعرف دائما الفعالية باعتبار الوصول للهدف، والكفاءة هي قدرتنا على توفير الجهد والمال والوقت، اقتناص الفرص كما قلنا أيضا هذه قضية مهمة، وتجديد الفكرة، تطوير الأجندة مقابل الجمود والثبات، وذلك تجد كثير مثلا في المؤسسات. أنا دعوني لما عندما أقول مؤسسة في التعريف هي أي شيء، يعني هو عبارة عن كيان، سواء كان منظمة مؤسسة وزارة دولة، فبس راح أستخدم كلمة مؤسسة، فبالتالي هو يقتنص الفرص، يجدد الفكرة، مش جامد، لأن يعني في بعض الناس لا تحب المغامرات في المستقبل أو أفكار يعتقد أنها قد لا تتحقق، وبالتالي يمكن المفكر الاستراتيجي يعتبره أنه في حالة جمود. طيب يمكن سؤال بيطرح، طيب يعني إيش الدوافع للتفكير الاستراتيجي؟ شو دوافع التفكير الاستراتيجي؟ لماذا يعني إحنا بدنا نفكر تفكير استراتيجي؟ طب ما نخلينا على بعضنا يعني وعلى حالنا، وليش نعمل نفكر ونغلب حالنا ونخش في حدث وإبداعات وكل الكلام تفضلت فيه يا حضرة الدكتور وائل أفندي؟ شوف يا جماعة، في قضية مهمة جدا تدفعنا دفعا نحو التفكير الاستراتيجي. أولا إذا بنحكي عن الدوافع المحلية، إذا بنحكي عن المؤسسة وكانت المؤسسة على مستوى دولة، على مستوى وزارة، أو حتى على مستوى تنظيم كبير أو جماعة كبيرة، في دوافع محلية فيها إشكالية بالذات للدول، الفقر، البطالة، هاي بدها حلول. إحنا في عالمنا العربي والإسلامي بشكل عام مشكلة الفقر والبطالة هذه متجذرة، متجذرة بشكل كبير جدا، وعاملتنا إشكاليات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وبالتالي تحتاج إلى إبداع في التفكير الاستراتيجي. المشاكل الاجتماعية اللي حكينا عنها الناتجة عن الفقر والبطالة، وغير المشاكل الاجتماعية الناتجة عن غير الفقر والبطالة، بتعمل إشكاليات كبيرة. وضع الاقتصاد، أنتوا كلكم شايفين يعني باستثناء دول الخليج العربي، نستطيع أن نقول بشكل عام الوضع الاقتصادي لكثير من الدول في مشاكل كبيرة، وبعضها في مآسي. إذن هذه دوافع بتدفع على التفكير الاستراتيجي، لا يمكن أن نبقى على ما نحن عليه بدون اجتراح أفكار مستقبلية. هناك دوافع إقليمية على مستوى الدول، عندك مثلا التنافس الإقليمي في المنطقة. أنتوا بتعرفوا إحنا في المنطقة العربية كان هناك انحسار لبعض الدول اللي كانت دول دافعة ومحركات في الوضع الإقليمي الجيوستراتيجي العربي، مثل مصر انتهى الدور خصوصا بعد كامب ديفيد بشكل عام، العراق انتهت
ما عاد موجودنا في عندنا عراق الموجود في السابق، سوريا انتهت أيضا ما عادت موجود في دولة اسمها سوريا كما كان وضعها الجيوستراتيجي في المنطقة، ودخلت المنطقة في مرحلة الفوضى، وبالتالي مش معنى ذلك أن الربيع العربي فوضى، لا أنا بحكي في مرحلة التعقيد يعني والدوافع الداخلية حتى ما أفهم غلط يعني، وبالتالي أصبح هناك فراغ جيوستراتيجي في الإقليم العربي. في الإقليم العربي منطقة الشرق الأوسط العربية أقصد يعني الشمال الإفريقي والجزء الآسيوي، وهذا أدى إلى اندفاع بعض القوى الإقليمية وخصوصا إيران في اتجاه المنطقة لتحقق مكاسب جيوستراتيجية لها. هل هذا حقها مش حقها مش قضيتنا اليوم، لكن أي دولة تجد أن هناك في فراغ جيوستراتيجي فهي تندفع من أجل استغلال هذا الفراغ الاستراتيجي وتحويله إلى مكاسب جيوستراتيجية إلها وبيدفعها وبيدعمها وبيعطيها قوة في المنطقة. إيران كانت من هذه الدول اللي احنا بنعرف في تغلغل واضح في العراق وفي سوريا في لبنان وفي اليمن. تركيا بس متوقفة تقريبا خلينا نقول فيزيائيا وعسكريا في شمال سوريا وبعض المناطق في العراق. إذن في دول إقليمية راح تندفع تجاهك لما يكون هناك في فراغ عفوا جيوستراتيجي موجود في المنطقة، وهذا يتطلب منا أن نندفع نحو التفكير الاستراتيجي، ماذا نفعل، كيف نستطيع أن نوقف هذا المد اللي ممكن يكون سلبي في أشياء كثيرة، لأنه الذي يندفع إليك لا يندفع إليك من أجل تحقيق مصالحك أنت، هو يندفع من أجل استغلال ضعفك حتى يقوي وضعه وتموضعه الاستراتيجي. إذن هذه القضايا أصبحت دافعة لنا على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي، كذلك الدوافع العالمية. طب ما هي الصين والهند وأمريكا وأوروبا، الاقتصاد العالمي، القضايا الجيوستراتيجية التي تحدث في العالم من حولنا، هذه كلها دوافع بتدفعنا عفواً دفعا من أجل التفكير الاستراتيجي. غير ذلك سنبقى في محلنا وسيبقى الآخرون سيندفعون إلى منطقتنا وستنسحب قوى الدفع الذاتية اللي كانت في المنطقة لتصبح قوى الدفع والقوى المحركة هي عبارة عن قوى خارجية أو قوى إقليمية أو حتى قوى دولية. الآن هل التفكير الاستراتيجي يعني فقط حدث واستقراء ولا هو بناء أيضا علم؟ لا، هو الاثنين طبعا، موهبة وعلم. يعني بمعنى آخر الموهبة اللي هي وجود الموهبة بالأصل عند المفكر الاستراتيجي، لكن يحتاج إلى أدوات لها علاقة في العلم. مثلا المفكر الاستراتيجي يجب أن يقدم أحيانا أدلة على ما يفكر فيه أو على ما تولد لديه من حدث، فيحتاج إلى حسابات كمية، بيحتاج إلى تفكير العددي، بيحتاج لquantitative method، بيحتاج أن يحول لqualitative method لqualitative issues اللي هي بيفكر فيها إلى quantitative الأشياء كمية حتى يستطيع أن يفهمها للآخرين. إذن هو فيه له مبادئ علمية، علم الاحتمالات أيضا هذا أيضا موجود يستخدمه المفكر الاستراتيجي حتى يتأكد إن والله ما يستشرفه قد يكون منطقي ولا لا. إذا صحيح في موهبة، صحيح في حدث، لكن أيضا في المقابل في أدوات علمية بيحتاجها المفكر الاستراتيجي. المفكر الاستراتيجي أيضا بيحتاج أن يتذكر المعلومات في الوقت المناسب حتى يربط الأحداث ويستشعر أنه والله في هنا قد تكون هنا في نقطة تحول. يحتاج إلى الخيال طبعا، يعني ما بنفع ناس ما عنده خيال. طبعا هل في ناس ما عنده خيال؟ نعم، في ناس عند الجانب الخيالي مش متساوي مع الآخرين. طب إيش مثال ذلك؟ مثال على ذلك مثلا اللي بيدرس هندسة معمارية قادر أن يتخيل برجا بشكله وتفاصيل فيه، بينما شخص آخر غير قادر أن يتخيل أصلا. وبالتالي نعم، فمثلا المعمار المميز هو اللي عنده القدرة على الخيال، الفنان المميز هو اللي عنده القدرة على الخيال. إذن التخيل شيء مهم جدا في موضوع التفكير الاستراتيجي. التعاطف والعاطفة إنه أيضا شيء مهم، يعني هو مش مجرد من الأحاسيس،
هو احيانا بحس بعاطفه او تعاطف مع الاحداث، هذه العاطفه، لكن ننتبه مش يصير تفكيره عاطفي، مش هذا اللي اقصد فيه، اقصد انه هو بصير في عنده عاطفه مع الاحداث، بحس فيها، بتولد عنده الاحساس وبزيد عنده من قدرته على الحدث والتنبؤ فيما بعد. طيب نيجي نقول والله طيب هل في انا مفاهيم معينه ممكن تتطور في التفكير الاستراتيجي في الفتره الاخيره؟ انا الحقيقه هنا اضرب مجموعه بعض الامثله اللي من واقع التجربه اللي عشتها، واعتقد انها مهمه جدا وممكن تحدث شويه تغيير في فهمنا وفي تفكيرنا الاستراتيجي. القضيه الاولى واللي اذكرها باستمرار وهي قضيه الكتله الحرجه. وهذه الكتله الحرجه اعرفها بانها الكميه المطلوبه من الموارد البشريه والماليه لاحداث الامر المطلوب او لاحداث الامر المراد تحقيقه. لما انا كمفكر استراتيجي بفكر في بعض الامور، هذه الامور كيف ستحدث على الواقع؟ ما هي مش هتنزل من السماء، هي تحتاج الى تنفيذ على الارض. طيب اذا كانت تحتاج الى تنفيذ على الارض، بالتالي تحتاج الى كتله حرجه تجعلها واقعا، يعني يجب ان توفر كتله معينه من الموارد البشريه والماليه لتحقيق هذا الهدف. مثال ذلك، انا لو كان عندي طاوله قطرها متر ما عليها شيء، فانا ممكن اني ازيح الطاوله هاي من مكانها الى مكان اخر. لكن لو جئنا وضعنا على هذه الطاوله والله مثلا مجموعه طعام او اوزان، ما استطيع اني احركها، يمكن احتاج الى شخص اخر، فتصبح الكتله الحرجه المطلوبه لازاحه الطاوله من مكانها الى مكان اخر شخصين، بينما في الحاله الاولى كانت شخص. لو وضعنا عليها اثقال اكثر هيصبح الكتله الحرجه المطلوبه مثلا ثلاثه او اربعه اشخاص مطلوبين من اجل ازاحه الطاوله من مكانها الاول الى المكان الف الى المكان ذا. هذا ما اقصد بالكتله الحرجه، وهي قضيه يجب ان ننتبه لها، وممكن اتعرض لها ايضا في اثناء الاسئله، يعني كيف ممكن تحكم في حياتنا وفي حركتنا. الكسب النقطي والجمعي مثلا بعتبرها من القضايا المهمه الان في التفكير الاستراتيجي، وبالذات للحركات، وبالذات لحركات التغيير، لانه الان اذا اردت ان تحدث حتى تتوفر الكتله الحرجه فتحتاج الى نمط جديد من الكسب، وخصوصا بتوفر ادوات السوشيال ميديا وكثرتها، واصبح هناك المؤثرين اللي بياثروا على 100 الف ومليون و2 مليون و10 مليون، ولو واحد زي رونالدو بياثر لك يمكن على 500 مليون، ارقام فلكيه. وبالتالي اذا احنا اصبحنا نحتاج الكسب الجمعي من اجل احقاق وتوفير الكتله الحرجه. قضيه النطاق المركزي مهم جدا في التفكير الاستراتيجي، لانه هذا التفكير النطاق المركزي انا اعرفه بانه هو الأهداف التي إذا تحققت، أو النتائج التي إذا تحققت في المؤسسة تحقق المراد من وجود المؤسسة. يعني لو كانت في عندك أنت المؤسسة عبارة عن شركة خاصة معنية في القضايا في الأدوات الطبية، فإذا صممت أدوات طبية وباعت في السوق تحقق المراد منها. إذا النطاق المركزي هو تصميم الأدوات الطبية. في شركة أخرى مثلا، أنا أضرب مثال على الشركة يمكن تكون أسهل في التوصيف، قد يكون النطاق المركزي هي موضوع شركات المقاولات، وبالتالي حصولها على المشاريع وتنفيذها مشاريع يحقق النطاق المركزي ويتحقق الغرض من وجود هذه الشركة. هذا هو المفهوم في النطاق المركزي. في بعض آخر الحقيقة أنا دائما أتحدث عنه الآن مهم في موضوع حركات التغيير، وهو التيارات الشعبية. والتيارات الشعبية يمكن تحتاج إلى محاضرة أخرى حتى نفهم شو الفرق بينها وبين الحزب السياسي. بشكل مختصر الآن إحنا في عندنا إشكالية الآن، يعني المفكر استراتيجيا حيجد أن الشباب الحالي لم تعد لديه القابلية للتأطير الهرمي داخل أحزاب وتنظيمات. هذا ما عاد سوق ماشي، وبالتالي نحتاج إلى أسلوب آخر نسميه التيار الشعبي، الذي في تركيبته يختلف عن الحزب باعتبار أنه يعني الهدف منه هو تجميع الناس أو أكبر عدد ممكن من الناس على أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو حتى سياسية، وبالتالي تضغط على من هم في السلطة، فإذا تحقق المراد
تحقق، إذا تحقق الهدف تحقق المراد من التيار الشعبي وتنتهي المهمة. التيارات الشعبية لا توجد فيها مثلا هياكل هرمية، إنما قد تكون فيها هياكل شبكية، وهي تحتاج أيضا إلى محاضرة أخرى طويلة مختلفة عن هذا الموضوع. يعني نمط جديد ممكن يعني يخصص له محاضرة أخرى فيما بعد لاحقا، لكن هي قائمة على فكرة أنه تتحول الحركات من حركات تنظيمية هرمية بحتة إلى تيارات شعبية تشارك الناس في أراها. طبعا هذا لا يعني إنها التيار الشعبي تيار سايب، يعني ما فيش له ضوابط لاتجاهاته الاستراتيجية، وإلا لا معنى له بعد ذلك إذا بندخل في عملية فوضى، لكن في لها ترتيبات أخرى ليس يعني محلها وناقشها في الوقت الحالي، لكنها تعني أنه يتحول الأهداف، تتحول حتى نسقطها ويتفاعل معها الشعب، وبالتالي تكون تصبح أهداف شعبية للناس بشكل عام، وليست أهداف فقط لحزب أو لحركة أو لتوجه معين ضمن تركيبة معينة تضمن عدم الانحراف كثيراً عن الرؤية الاستراتيجية مثلا للتيار الشعبي. أيضا في بعض المفاهيم في التفكير الاستراتيجي أحيانا كمفكر استراتيجي يقف أمام عوائق، زي مثلا موضوع الثقافة والهوية. يعني إذا كان هناك ثقافة تنظيمية معينة، هاي بتعمل مشكلة أحيانا أمام بعض النقلات في التفكير الاستراتيجي، لأن الناس الذين اعتادوا على ثقافة معينة ليس من السهل أن يتم تغييرها، وبالتالي تبني بعض الأفكار الاستراتيجية المستقبلية. اتخاذ القرار ونمط القيادة الموجودة أيضا، هاي قضية أيضا مهمة، لأنه في بعض القيادات الموجودة من الصعب عليها أن تتقبل أفكار جديدة أو أساليب جديدة، فما بالك لو تطرح عليه أفكار شوي خارج الصندوق، راح تكون عملية صعبة جدا لتقبلها. قضية الميزات التنافسية competitive advantages، بدي يعرفها المفكر الاستراتيجي ما هي هذه الميزات التنافسية الموجودة في مؤسسته. التموضع الاستراتيجي strategic position، وين هو على life cycle، على دورة الحياة. بدي يفهم أيضا إنه إحنا الآن معقدة فيها complexity عالية، وهي لها طرق ومفاهيم شوية عن الأمور العادية أو الحياة العادية، وبالتالي حالات عدم اليقين عالية، حالات عدم القدرة أو ضعف القدرة على التنبؤ موجودة أيضا بقوة ومتوفرة بقوة، وبالتالي يصبح عندنا ضرورة إنه نلجأ إلى التفكير الاستراتيجي حتى نستطيع أن نتغلب عن مثل هذه الأمور. وهي طبعا فيها تفاصيل الآن، لكن إحنا بنحكي عن بعض القضايا المهمة في التفكير الاستراتيجي. الآن نأتي إلى أنماط التفكير الاستراتيجي. طب أنا كيف بدي أفكر تفكير استراتيجي؟ هناك مجموعة من الأفكار، منها مثلا ما نسميه التفكير التنبؤي اللي بيعتمد على التنبؤ. طبعا بيعتمد على التنبؤ، مش يعني بيعتمد زي اللي بضربه بالمندل هدول بقول أو بقول لك افتح لي كفك وصير اقرأ لك، لا طبعا مش هيك الأمور. احنا قلنا هو بيعتمد أيضا على أساليب علمية، بيعمل تحليل، بيحول من qualitative ل quantitative، بيحاول يقرأ الأشياء بطريقة مختلفة وليس فقط ضربة حظ يعني. والتفكير التنبؤي بيحاول يحلل تأثير التغيرات في التكنولوجي، التغيرات الاقتصادية، التغيرات في الأسواق العالمية، الأسواق المالية، التغير في بعض الأمور السياسية والتموضعات السياسية، التغيرات الجيوسياسية في داخل الدولة، التغيرات الجيوستراتيجية خارج حدود الدولة، التغيرات في القانون، في الأخلاق، في الاتجاهات الاجتماعية، كل هذه الأمور بتساعد ومنسميه في التفكير التنبؤي، بيحاول يتنبأ بناء على تصورات معينة مش بناء على ضرب الحظ يعني. التفكير النقدي، وهي مراجعة القدرات الاستراتيجية. القدرات الاستراتيجية معنى نقدي يعني بيعمل عملية نقد ذاتي لمؤسسته. طبعا هون أيضا في إشكالية، في بعض الناس ما بتتقبل وتجد فيه صعوبة تقبل التفكير النقدي، وسرعان وهنا الناس بيقعوا ما بين جهتين متطرفتين. الجهة الأولى يبدأ ينقد بشكل عنيف، وبالتالي لا ينقد نقدا بناءا، يعني النقد ينبني عليه عمل وتحسين الأوضاع، نقد من
من أجل النقد، هذا مرفوض. وفي طرف آخر مجرد ما أنت بدأت يعني تقوم بعملية النقد البناء المفيد يبدأ يرفع عليك سيف، لا نريد أن نجلد ذاتنا يا أخي، إحنا هنا الشركة ماشي بأحسن والمؤسسة في أحسن الأحوال، نعم هناك بعض المشاكل لكن لا يجب جلد الذات. هذا تطرف غير مقبول. وذاك طرف الآخر النقد من أجل النقد أيضا غير مقبول. هناك التفكير النقدي البناء، وإحنا للأسف كثير من الناس أفراد وقيادات في المؤسسات عندهم هذه الإشكالية، إما يذهبوا من أجل النقد الحاد بدون تقديم، طبعا النقد أحيانا بتقدم نقد بس بده يكون نقد بناء، يعني إيش الحلول، طب إيش الأفكار، طب إيش ممكن المراجعات اللي ممكن أن نقوم فيها، هذا يجب أن يحدث. والطرف الآخر اللي مجرد ما بدأت أن تنقد يقول لك يا أخي هذا بيجلد ذاتنا، هذا يا أخي متشائم، هذا كمان أيضا مرفوض، لأنه هذا يقتل التفكير النقدي اللي بيطلع عنه بعد ذلك مراجعات حقيقية للقدرات الاستراتيجية وللأداء الاستراتيجي أيضا، وهل تحققت الأهداف ولا لا، حتى نصل لشيء أفضل ونتموضع في تموضع أفضل. هناك التفكير التأملي اللي بيتأمل في التهديدات وفي الفرص، وسواء كان التهديدات الخارجية، الفرص الخارجية، نقاط الضعف الداخلية، نقاط الضعف القوة الموجودة، قوة بيحاول يربطها في بعض الأحداث الموجودة والفرص الموجودة في الخارج، وبالتالي يستطيع أن يقدم يعني فكر استراتيجي شوي متقدم وأفكار جديدة إلى ممكن أنها تنزل على الأرض بعد هذه التقييمات. وهي أيضا تحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى أيضا فهم للواقع. وهناك أيضا النمط آخر، التفكير الإبداعي اللي بيحاول يتغلب على العقبات والتي تحول دون الابتكار، ويحاول أن يوجد أشياء جديدة غير موجودة في السابق. طبعا المفكر الاستراتيجي يمكن نأخذ واحد منهم، يمكن اثنين، يمكن ثلاثة، طبعا في هناك أنماط أخرى مش يعني ما في وقت الآن نحكي فيها، لكن بشكل عام هذه أهم أنماط التفكير الاستراتيجي اللي ممكن المفكر الاستراتيجي يجمع بينهم كلهم، بين اثنين أو ثلاثة، بيعمل يعني توليفة من بينهم، وهذا عادة هو المتبع في التفكير الاستراتيجي. أحيانا التريجر بيجي من واحدة منهم، بعد ذلك يمكن يحتاج إلى نمط آخر في التفكير حتى يستطيع أن يصل إلى الفكرة المطلوبة أو أريد أن يعني يبتكرها أو يوصلها للآخرين. طيب بدي أنتقل لمقاتل التفكير الاستراتيجي، وأنا هنا بدي أقصد في المقاتل الداخلية، يعني الداخل الشخص نفسه. من أهم المقاتل للتفكير الاستراتيجي اللي بتقتله هو الخوف من الأخطاء. هاي قضية الخوف من الأخطاء، أنا لا أريد أن أخطئ، لا أريد أن إحنا الآن نسير بشكل معقول، لا، أي تغيير آخر يمكن نعملنا مشكلة، ممكن تحدث خطأ، مصيبة، وتبدأ الأمور السوداوية تحدث. الخوف من الخطأ هذا من مقاتل التفكير الاستراتيجي. ما في واحد مفكر استراتيجي بخاف من الخطأ. المفكر الاستراتيجي بيعطر أشياء مستقبلية، يعتقد أن هناك في عوامل حقيقية ممكن أن تؤدي إلى النجاح، لكنه في عنده ريسك بياخده بعد ذلك، بعد أن يحسب. مش بيأخذ ريسك بدون حساب، لا، بيأخذ الريسك بعد أن يحسب الأمور بشكل معقول ومنطقي. أنتم ما يهمكش الأرقام 1-3-5، مش هاي المشكلة، لكن بس إحنا نتدرج معها. تفضيل الحكم على الأفكار بدلا من توليدها، وهي طبعا هي طبيعة الناس. الناس بشكل عام أيها الإخوة والأخوات بحب يكون الجمهور اللي يشاهد المسرحية، وبالتالي بحب أن ينقض المخرج، الممثل، الكذا، لكن مش هو يكون على المسرح يصنع الأحداث. وليه؟ لأنه الحكم أسهل بكثير من توليدها وخوضها ونزالها على الأرض، وبالتالي أسهل شيء أكون أنا ناقد والسلام ختام. عدم وجود تحدي أو الانشغال بالمشاكل التنفيذية هي مشكلة كبيرة جدا في التفكير، ومقتل كبير للتفكير الاستراتيجي، لأن المعنيين في الأمر تجدهم خلص ما في تحدي، ما في تشالنج يعني حتى يحرك الدوافع الداخلية، منشغل بالمشاكل التنفيذية ومنغمس فيها، فغير قادر على رؤية المستقبل. أحياناً الحماس المفرط أو الاندفاع لتحقيق مكتسبات محدودة بسرعة، وهذه طبعاً إحنا للأسف نشوفها كثير في المؤسسات وفي حركات التغيير، متحمس وبدي يندفع أفكر في مكسب تكتيكي تنفيذي يحققه، فيبدأ يندفع عليه ولا يفكر في العواقب الاستراتيجية بشكل جيد.
التركيز على فكره واحده دون ما يكون التفكير زي ما حدينا يعني كما تحدثنا في البدايه، بدك تفكر للسيستم للمنظومه بشكل عام، مش بس والله لجزء معين. وفي ثم القضيه ايضا مهمه جدا اللي هي عدم الحصول على الالتزام استراتيجي. بمعنى اخر، كثير من المفكرين الاستراتيجيين اصلا ليه هو محبط؟ لانه لو فكر وتعب القيادات العليا غير لا يشعر انها عندها يعني كوميتمنت انه تحدث شيء، بس بتسمع من اجل السماع، وبالتالي هذا يحبط المفكرين الاستراتيجيين. علشان هيك خذوها مني قاعده، صعب للمفكر الاستراتيجي ان يعيش داخل هيكل هرمي، لانه دائما هو افكاره خارج ويفكر بخارج الصندوق، بيحاول يقدم افكار جديده، والعقليات الموجوده عاده مبسوطه مرتاحه على ما هي عليه، وبالتالي ما عندها التزام وتعطيك شعور بانها والله اذا في عندك فكره راح تحمس لها وراح تنفذها على الارض. قليل ما يحدث هذا، بديش اقول مش موجود بالمره، لكنه قليل ما يحدث، وبالتالي في عندنا حقيقه عمليه اشكاليه كبيره في هذا الامر. طيب، التفكير الاستراتيجي قلنا انا هو شيء مهم ايضا حتى ننتبه، لانه احنا في التنفيذ على الارض لا نستطيع ان ننفذ الاستراتيجيه كما هي مصممه. في الواقع العملي نتيجة للضغوطات الداخلية والخارجية يحدث شيء من الانحراف عن الاستراتيجية الأصلية، لكن المفكر الاستراتيجي بحاول يرقب انه هل هذا الانحراف معقول، يعني مثلا درجتين ثلاثة ولا أربعة ولا خمس درجات، ولا الانحراف أصبح شيء كبير، وبالتالي هو كمفكر أو بفكر لبعد بيرفع الراية الحمراء يقول هنا أصبح خطر، الانحراف زاد عن حده، وبالتالي احنا لا نستطيع ان نحقق ما كنا نامل ان نحققه في المستقبل، فيرفع الرايه الحمراء. هذه ايضا تحتاج الى انتباه بشكل كبير حتى ما نشعر بعد ذلك انه احنا انجرفنا باتجاهات اخرى، لانه سهل جدا ننجرف باتجاهات اخرى نتيجه مواجهه التحديات الداخليه وكمان ايضا الخارجيه. نصبح تلقائيا نبحث عن الاسهل، وللأسف كثيرا ما بيكون الأسهل هو الشيء الأبعد عن الاستراتيجية الموضوعة والأهداف الاستراتيجية الكبرى المراد تحقيقها، فأيضا نحتاج إلى انتباه في هذه القضية. طيب، لو إحنا يا أخي ما بدنا نفكر تفكير استراتيجي، شو بده يصير فينا يعني؟ شو مشكلة يعني؟ اللي بنسميه عواقب أو ضعف التفكير الاستراتيجي، بدناش إنه بدناش نفكر، لا، لكن التفكير الاستراتيجي أنا ضعيف، شو مشكلة؟ بكل بساطة سنصل إلى حالات أنتم كلكم شاهدتوها في العصر الحديث، عدم الإبداع والتجديد، حركات تغيير موجودة غير قادرة على الإبداع والتجديد في أنماطها، في هياكلها، في استراتيجياتها، في البعد الفكري، في الجانب الأخلاقي، في الثقافة التنظيمية، في الأبليكيشنز والتطبيقات على الأرض. بسيطة. وبالتالي الآخرون سيتجاوزوك ويقولوا لك شكرا جزيلا مع السلامة، يمر عنك ويشكر لك باي باي، منشوفك إن شاء الله، الله بعلم بعد قرن آخر. ما في عندك مشكلة إذا أنت صار يعني بكل بساطة ما عندك إبداع وما عندك تجديد حتى تتخلف عن الآخرين. الملل والروتين بيعمل لك مشكلة حتى الموجودين في داخل المؤسسة. ضعف استغلال الفرص عندما تأتي، وهذا من أخطر ما يكون، لأن الفرصة إذا جاءت وإنت ما في عندك تفكير استراتيجي، معناه أنت لم تفكر فيها ولم تهيئ نفسك لها، ستمر الفرصة هاي أمامك وبتقول لك مع السلامة شكرا جزيلا، أنت ما استغليتها، ستذهب إلى آخرين أو تمضي هباء منثورا باتجاهات أخرى. ضعف مواجهة المخاطر عندما تحل، لأنك أنت مش مجهز حالك، ما عندك التفكير، وبالتالي لو جاءت مشكلة هتوجد لك أزمة حقيقية، يمكن تصبح بعد ذلك أزمة حقيقة تضرب في البنية الهيكلية أو في البنية التجارية لك. أيضا هناك في معوقات خارجية في البيئة الخارجية، المفكر الاستراتيجي سواء كانت في مؤسسته أو في بيئته الخارجية لخارج المؤسسة. الهيكلية أحيانا تعمل مشكلة كبيرة في التفكير الاستراتيجي. والله أنا مفكر استراتيجي موجود والله في هيكلية معينة، طيب الهيكلية بقول لك أنت عم تطرح أفكار جميل جدا، نشكل لجنة حتى تختبر. يعني هذا تفكير استراتيجي جماعة، إيش اللجنة؟ من مين بتتكون اللجنة؟
وهنا في الهيكلية بتعمل لك مشكلة. الجمود مشكلة أيضا، يعني المؤسسة ما عندها مرونة إنها أو flexibility إنها تقبل أفكار الجديدة. الإنكار يعني denial، إنكار العواقب، إنكار الخطر المستقبلي، وهذا بقع فيه كثير من الناس. إحنا مطمئنين والحمد لله وما في شيء خير، الأمور كلها تمام التمام بالصلاة على النبي. ضعف الفكر الاستراتيجي واختلال البوصلة ما يكون موجودة. طبعا أنا بقصد بلاتنا عند القيادات، وبالتالي يصبح التفكير الاستراتيجي أحيانا ليس له معنى. يعني نمط القيادة غير المناسب، ده ما بناسب دورة حياة المؤسسة. الفردية، النزعات الشخصية، كل هذه أمور تعيق التفكير الاستراتيجي أيضا. فهذه كمان يعني من الإشكالات الكبيرة في قضية التفكير الاستراتيجي. أنا سأتوقف إلى هنا لإن شاء الله تعالى نفتح المجال. أنا آمل يكون أنا شكلت صورة أولية مبدئية عن هذا الأمر، لأنه هو بيحتاج إلى تطبيقات عملية، لكن إن شاء الله آمل أن يكون يعني تحققت في بعض الصور المعينة أو فكرة معينة، وإن شاء الله تعالى إحنا جاهزين ونفتح المجال للأسئلة بإذن الله تعالى. شكرا دكتور. طيب الشباب اللي عنده مداخلة صوتية يتفضل لي. في رفع يد اهو. زعلي احمد محسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا يا دكتور لهذا الطرح الجميل والمعلومات القيمه جدا. انا عندي سؤال فقط يعني للاضافه، ما هي الوسائل أو البرامج التي يمكن أن نستخدمها لتنمية مهارة التفكير الاستراتيجي عند القيادات؟ مش عندك يعني؟ لا ننميها يعني أنت بحاجة إلى أن تصنع للمؤسسة يعني قيادات لديها تفكير استراتيجي. ما هي البرامج اللي يمكن أن نستخدمها أو الوسائل نستخدمها لتنمية التفكير الاستراتيجي أو لتنمية المهارة؟ أوكي، بتحب نجاوب على الأسئلة واحد واحد ولا نسمع الأسئلة يعني؟ ممكن ناخد السؤال ده بعد كده ناخد هزمة أسئلة مرة واحدة. طيب أوكي، خليني بس أكتب السؤال عندي هيك الأولاني هنا. أوكي تفضل السؤال الثاني. عايز يعمل مداخلة أو يسأل سؤال يرفع إيده، لكن في شوية سؤال في الشات. ثانية واحدة. خلينا التفكير واليقظة الاستراتيجية ببساطة كلاهما يسبق التخطيط. ده سؤال. عفوا، ما الفرق بين التفكير واليقظة الاستراتيجية؟ يا شباب. أيوة أستاذة أروى جميل تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي دكتور هو إيه الفرق ما بين التفكير النظمي والتفكير الاستراتيجي؟ هل ممكن يكون التفكير النظمي أحياناً جزء من التفكير الاستراتيجي ولا لأ؟ ولا وجودهم على خط الزمن هي الفكرة في أنه هو مختلف؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، في التفكير النظمي دائماً بكنا بنستفيد من زي ما بنقول اللي هو evidence based، فهل التفكير الاستراتيجي أصلاً خارج برا النطاق ده؟ شكراً. نجاوب دكتور. طيب بالنسبة للقيادات مولاي، أول القيادات احنا في عندنا مشكلة في نمط القيادات. انا بحب احكي بصراحة وبوضوح، هناك قيادات ألفت شكل معين في طريقة العمل، وبالتالي بتعتبر اي تفكير استراتيجي او تفكير شوي في ابداع هو خارج المألوف، وبالتالي لا تتخيل نفسها أنها تستطيع أن تكمل عملها في ظل هذا التغيرات الجديدة أو الأشياء المقترحة الجديدة، وتبدأ تقاومها لأنها بتعتقد أن يمكن هذه قد تحقق انحرافات وبالتالي ما تحقق نجاحات. فعندنا هذه مشكلة في القيادات موجودة، مشكلة كبيرة. الآن إحنا طب كيف ننمي هذه القصة عند القيادات؟ سؤال، لكن السؤال الثاني لا، إحنا كيف ننمي هذه الفكرة أو هذا التفكير الاستراتيجي عند الصف الثاني والصف الثالث وعند الشباب، حتى إذا ما جاء دورهم في القيادة بيكون عندهم هذا النمط.
القيادات الموجودة الحالية إذا ما شعرت بالحاجة والضرورة للإبداع والتفكير الاستراتيجي هي لن تستطيع أن تتقبله أصلا، ويمكن لا تفتح المجال لمن يفكر بتفكير وأبعاد استراتيجية. ولذلك أنا مش كتير يعني بيرجع القيادات الموجودة حاليا وبتحثهم، لكن المفكر الاستراتيجي ممكن أن يستغل الهوت بوينتس والنقاط الحرجة التي تتعرض لها المؤسسة، لأنه عندما تكون هناك إشكالية هنا يبحث طب ما الحل، ما الحل، هنا ممكن أن يأتي المفكر الاستراتيجي ويحاول أن يقدم حلول. بدي يكون طبعا منتبه إذا كانت تصطدم في التركيبات الداخلية والإمكانات الخارجية ممكن أن تتحقق، لكن ممكن تكون أنه فرصة أمامه أنه والله يقدم فكرا وإبداعا. لكن المفكر الاستراتيجي ما يصل لحالة اليأس، دائما بقول ما يصل لحالة اليأس، لأنه أحيانا يفكر بأفكار الناس تتبناها بعد سنين، وهذا يعني نشوفه يعني موجود، فما نصل لحالات اليأس. بالنسبة للقيادات الحالية كما قلت مش من السهل أنها تقتنع إلا عندما تمر بالظروف الصعبة، لكن بعتقد نركز التركيز في المؤسسات في الدول أو في المؤسسات الكبيرة يكون على الصف الثاني والثالث وعلى قطاع الشباب، وهذا ممكن من خلال الدورات والمحاضرات والدراسة ممكن نصل فيه لنتيجة إن شاء الله طيبة وبالتالي تصبح ثقافة عندنا. في السؤال المتعلق بالتفكير الاستراتيجي واليقظة الاستراتيجية، أي مفكر استراتيجي بده يكون يقظ، وبالتالي هما ما في يعني واحد منهم يؤدي الآخر. اليقظة الاستراتيجية القائمة بتؤدي للتفكير الاستراتيجي لأنه يقظ، وإحنا قلنا يعني من ميزة المفكر الاستراتيجي أنه بيرصد الأحداث وبيرقب الأكتيفيتيز والإيفنتس الموجودة على الأرض حتى يستطيع أن يميز ما بين أنه هذا الحدث ولا ممكن أن يكون له مستقبل ويكون نقطة انعطاف ولا لا. وبالتالي اليقظة بتسبق أحيانا التفكير الاستراتيجي. أنا بحبش أميز بينهم كتير يعني بهالفرق هذا، لكن هم اثنين مقترنين من بعض. المفكر الاستراتيجي وقتا يقظ، ويمكن يستخدم ما بنسميه الاكتيف سكانينج، لانه دائما هيك عم بتطلع عم بشوف، ما بتاخذ الاشياء التكتيكيه الصغيره الا اذا كان يحس انه والله ممكن تعمل له والله نقله او ممكن تعمل له فرق، وانا بتلمع عنده انه والله هذا المتغير مهم. صحيح انه قد يكون تنفيذي، لكن هذا ما ممكن ان يكون له بعد مستقبلي، فهما مرتبطين مع بعضهم البعض. هلا التفكير النظمي اذا كنت بتقصد تفكير از سيستم يعني كمنظومه، المفكر الاستراتيجي هو الاصل انه يفكر في الموضوع كمنظومه، سواء كان على الايفيدنس بيز ولا كان على الكابابيلتيز بيز، بغض النظر عن البيز الموجوده، لانه هو زي ما حكينا بتطلع على الاحداث، بتطلع على امكانات الداخليه، بتطلع على الفرص الخارجيه، كل هذه هي منظومه متكامله معاه بيتحرك فيها. عشان هيك نحن في أنماط مختلفة في التفكير الاستراتيجي، وقلنا أحيانا كمان أنه يمكن نمط معين بيعمل عنده التريجر أو التريجر أنه والله في شيء يمكن يحدث، وبالتالي يبدأ يستخدم أنظمة أخرى معه حتى يستطيع أنه يتوصل لتصور معين يطرحه على الآخرين. فطبعا هو نعم هو تفكير استراتيجي بالأصل التفكير نظمي يعني سيستماتيك، ويعتمد أنا على مش نمط واحد من التفكير، على مجموعة من الأنماط في التفكير. إن شاء الله أكون يعني أنا فهمت الأسئلة صح وأجبت عنها بشيء معقول يعني. شكرا دكتور. الأسئلة دكتور عندنا أستاذة سارة قاسم، تفضلي يا أستاذة. السلام عليكم. عليكم السلام. ما هو الفرق أو كيف ممكن نربط ما بين التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي؟ أوكي تمام، شكرا يا أستاذ سارة. طيب أستاذ يوسف، تفضل ناخذ أسئلة. تفضل أستاذ يوسف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذي. السؤال بالنسبة لعملية التفكير الاستراتيجي في ظل عدم وجود المعلومات الكافية، يعني أنا مجال عملي يمكن في مجال اللونج تيرم انرجي موديلينج، والعملية هذه تتطلب كمية كبيرة من المعلومات، لكن لما نأتي مثلا على مسائل وقطاعات أخرى مثلا في القطاعات أو المسارات الاجتماعية والتغيرات الاجتماعية أو حتى في بعض الجوانب نقول السياسية، هذه العملية لا توجد عندك كمية كافية من المعلومات
التي تستطيع أنك أنت تبني عليها تفكير استراتيجي صحيح وبعد ذلك تبني عليها خطط، وخاصة في ظل الأنسرتينتي اللي تفضلت فيها وعدم اليقين العالية اللي موجودة اليوم في عالمنا الحالي. فكيف تستطيع أنك أنت تبني تفكير استراتيجي ومنظومة عمل متكاملة من تفكير وخطط استراتيجية في ظل عدم وجود معلومات، وإذا وجدت المعلومات تشك في مصداقيتها وفي يعني validity المعلومات اللي موجودة حاليا في على أرض الواقع. فيا ريت تنورنا في هذا الاتجاه. شكرا يا أستاذ يوسف. نعم تمام أستاذة السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا حابة نشكر الدكتور وائل على هذه المحاضرة وأهمية هذا الموضوع. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، هل التفكير الاستراتيجي مربوط باستشراف المستقبل في المستقبل؟ النقطة الثانية، تحدث الدكتور على بعض في التفكير الاستراتيجي وتكلم على التيارات، فوجهة نظري أن بإمكان الأحزاب أنها تخلق تيار في بعض الملفات، يعني مثلا في ملف لو قلنا البطالة أو مكافحة المخدرات، بإمكان مع نطاق واسع من شريحة كبيرة من المجتمع لتشتغل في هذا أو تقود تيار شعبي في هذا الموضوع. بس أنا حابة نفهم أو إيضاح أكثر على الكسب النقطي والجمعي، لو مزيد من التفسير في هذه النقطة، ولماذا سمي النطاق المركزي هو تحقيق الأهداف؟ يعني هل المفرد لي دلالة أخرى غير تحقيق الأهداف؟ شكرا جزيلا دكتور. إجابة وبعد كده نكمل الأسئلة. طيب، بالنسبة للموضوع، إحنا قلنا يعني التخطيط الاستراتيجي هذا بروسيس كامل ومتكامل يعني، لكن يجب أن يسبقها تفكير استراتيجي، وإن هذا التفكير الاستراتيجي بيسبق مرحلة التخطيط وبيسبق حتى مرحلة التحليل. هي المرحلة اللي فيها بتفكر أنت فيها هيك بهدوء، عندك الأمور المتغيرات بتنظر إليها كمفكر استراتيجي، وبعد ذلك بتشترح وبتطلع عندك الأفكار، وبعد ذلك إذا تم أنت شايف أنه والله أصبحت هذه يعني معتبرة، تبدأ بعملية التحليل ثم التخطيط الاستراتيجي. فالتفكير الاستراتيجي بيسبق عملية التخطيط وبيسبق عملية التحليل الاستراتيجي. طب لو احنا ما بدنا نخطط بدون تفكير استراتيجي، ممكن التفكير التقليدي بنجلس احنا وبنقعد مثلا والله بنقول طيب ايش اللي عندنا، خلينا نجيب احنا سوات اناليسيس مثلا على سبيل المثال ونقيم نشوف نقاط القوة والضعف ونحاول نربطها ببعضها البعض. انا من تجربتي بعتقد انه التخطيط الاستراتيجي بهذه الطريقة هو اخذ باساليب التخطيط الاستراتيجي الصحيحة المعتمدة، ما في عندنا مشكلة فعلا جاء وعملوا تحليل وعملوا سوات أناليسيز أو غير يعني أي وسيلة أخرى من التحليل، لكن أنا بالنسبة لي بعتبره ما فيهوش روح. لكن لو كان سبقه تفكير حيعطيه أبعاد أخرى مختلفة شوي، ويعني يحدث فيه تغيرات حقيقية أو عميقة لو كان فيه تفكير استراتيجي. فممكن التخطيط انه يمشي بهذه الطريقة التقليدية، لكن زي ما حكيت انا بالنسبة لي وتجربتي بحس انه ما اعطى الروح المطلوبة. لكن لو كان في تفكير استراتيجي لا، بيكون شيء اجود وبيكون يعني بياخذ المستقبل بشكل افضل. القضية الاخرى انه بيستطيع انه هو يعني يقيم التخطيط ويربطه بالفكرة البعيدة الكبيرة اللي كان بتحلم فيها المؤسسة اللي انت بتشتغل لها، وبالتالي اعتقد انه دائما بقول استراتيجي هو نمبر 1 علشان نبدا نخش في التحليل وفي التخطيط. الان في سؤال كان مهم ايضا من الاخ، انه احنا في ظل عدم وجود المعلومات الكافيه، هذا طبعا
يواجه كل المفكرين اللي بيشتغلوا في الجانب التفكير الاستراتيجي، وهي طبعا مشكلة كبيرة. طيب احنا كيف نتعامل معها؟ اولا المفكر الاستراتيجي بده يحرص دائما على انه، لانه بدون انت بتخلي صحيح، انت ممكن يجيك حدث معين، هذا صحيح، يعني هم تجيك الواحد اوف والله هاي شكلها حدث، هاي والله ممكن تعمل انعطافة، هاي والله فيها مهمة، لكن انت بحاجة ايضا حتى تقوي الفكرة عندك انت ذاتيا، ثم حتى في المستقبل تقنع فيها الآخرين، لأن عندما تتحدث انت مش راح تطبقها لوحدك، هناك مؤسسة ستطبق هذه الفكرة او التفكير الاستراتيجي، وبالتالي بتحتاج. لذلك نحن نحتاج دائما المفكر الاستراتيجي حريص دائما على ان نحصل معلومات، ولذلك هو باحث عن المعلومات. قضية الاخرى هو قارئ، يعني ما في مفكر استراتيجي ماشي بالشان بفكر استراتيجي. المفكر الاستراتيجي باحث عن المعلومات، المفكر الاستراتيجي قارئ، وقارئ حين النهم، وبيعرف وين بده يقرأ، وبيرجع للمراجع لأصولها حتى يربط الأحداث ببعضها، أو فكرته اللي هو فكر فيها والله لا ولا لا. المتابعة، يعني هم تخطر في بالي فكرة، المفكر الاستراتيجي يعني أحنا يعني نسميه نام على الفكرة شوي، لأنه بدي تابع الأخبار وشوف فعلاً هل هو اللي متخيله، اللي بدأ المخيال اللي عنده بدأ يتشكل، هل الأحداث بتؤدي إليه ولا هي كانت بس نزوة وانتهت. هو بده أيضاً الأخرى إنه بده يتابع المعلومات. بعد ذلك هي أيضاً قضية مهمة جداً، حصول على المعلومات اللي هي الفاليديتي والريليبيليتي، هي فاليد ممكن اعتماد عليها ولا لا، ولا أجت أحيانا معلومات مضللة مش معلومات صحيحة، يمكن معلومات عن جزء من شيء بس مش كل شيء، وبالتالي يمكن لا تعكس كامل الصورة. لكن رغم هذا في أحيانا معلومات، في احنا بنعيش في أحوال معينة، انه زي ما ذكر يعني ماشي انت بتحرص عليها وعندك انت متابعة وبتحاول تشيك انك وبتحاول تقرأ وتربط الأمور ببعض البعض، نعتمد على بعض الأساليب الأخرى اللي بتحاول تخلينا ننجح في التفكير الاستراتيجي. موضوع التنبؤ، والتنبؤ على نوعين، التنبؤ على الشورت رن وعلى اللونج رن. في البيئات اللي فيها الكومبلكسيتي عالية بصير على اللونج رن عملية صعبة شوي، لكن التنبؤ أحيانا على المدى القصير هذا ممكن أنك تعتمد عليه إلى حد ما. ولذلك يعني أنا مثلا في عمليات التخطيط الاستراتيجي بهذه الأوقات في هذه السنوات، صعب تعمل خطة استراتيجية 20 سنة، لأن هذا بدها ستيبل انفايرمنت، بدها بيئة يعني مستقرة، احنا بيئاتنا غير مستقرة، وهذا يمكن تعملنا إشكاليات حقيقية. لذلك أيضا موضوع التنبؤ بدك يعني فيه أيضا أساليبه علمية اللي ممكن والله نعتمد عليها. في قضايا أخرى زي سيناريو بلانينج، يعني بعض الأدوات اللي ممكن تجنبك الوقوع في الخطأ، لأنه بيكون عندك مثلا زي مثلا سيناريو بلانينج على سبيل المثال، وسيلة من الوسائل ممكن اعتمد عليها، بحيث انه على طول بس نشوف المتغيرات اللي اعتمدنا عليها، لا مش هيك، عندنا سيناريو اخر احنا بنكون مجهزينه ونبدأ نتحرك. وهنا ايضا بتأتي مهارات المفكر الاستراتيجي القدس اللي عنده، وهنا بيجي التمايز ما بين المفكرين الاستراتيجيتهم، على سواء كان موضوع التنبؤ أو استخدام بعض الوسائل العلمية الأخرى اللي ممكن تأكد أو ومش شرط تأكد أو تنفي، لأنه عملية الفيج وعدم الوضوح هي حتبقى موجودة، يعني من صعك التوجهات معينة. لكن بهذه الطريقة وبعض الوسائل الموجودة اللي يمكن حكينا بعضها، ممكنك أنت حاول تصل لشيء معقود ومنطقي، تبني عليه تصورك الاستراتيجي اللي انت يعني شايف انه او بلش يتولد الفكر عندك بهذا الاتجاه. طب هل هو مربوط بالاستشراف؟ طبعا مربوط بالاستشراف. طب شو الفرق بين الاستشراف وبين التفكير الاستراتيجي اللي احنا بنحكي عنه؟ الاستشراف بتعرف انه هو بيحكي يمكن احيانا عن مسافات زمنية طويلة، والله 10 سنين للقادم، وانت بتعرف احيانا بعض التكنيكس المستخدمة في الاستشراف في المستقبل أحيانا دعود أنت حتى تخلص منها حوالي 2 أو 3. أنا لا
أحد. هذا بده علم آخر اسمه استشراف المستقبل، له وسائله، له تكتيكه، له آلياته، لكن هو بيعتمد حتى في آلياته والتكتيكس اللي بيستخدمها في بعض الدخل ستة وأربعة حتى يستطيع أن يحكم على نتائج، وبالتالي يعطي استشراف مستقبلي بصورة أوسع. إحنا قد لا تتوفر لدينا هذه. فصل عنده الغرفة، نحاول نتواصل معه إن شاء الله ويرجع. بقليل يا شباب، انا بتواصل مع الدكتور ان شاء الله يدخل دلوقتي. واضح ان هو فصل عنده النت. اللي بيسأل على موضوع رابط التسجيل علشان الشهادات يا شباب، عايز محتاج شهادة للحضور يعني في الورشة، ممكن يتواصل مع الرقم اللي احنا متواصل معه على الواتساب، او يبعت على الايميل اللي هو وصله، وان شاء الله ان احنا نوفر له الشهادة، مفيش مشكلة خالص. لكن مفيش رابط تسجيل، يعني مفيش رابط علشان تسجل اسمك عشان انت حضرت اكيد سامع كلامي دلوقتي. لما تيجي تبعت على الواتساب على الرقم اللي انت طبعا وصل لك عليه الرابط، او اذا كان وصل لك من الايميل، يا اما تبعت على الايميل او تبعت على رقم الواتساب، واحنا هنرد لك بالشهاده ان شاء الله. الشهاده بقى تكتب فيها اسمك كامل، او الاسم اللي انت تحب ان هو يكون موجود يعني في الشهاده. الدكتور هيكون معانا دلوقتي يا شباب، احنا في انتظاره يدخل تاني ان شاء الله. مش مجموعه انت حضرت حضرتك اكيد حضرت عن طريق مجموعه من المجموعات واتساب او عن طريق الايميل، فانت ممكن تتواصل يا اما على الايميل يا اما على رقم الواتساب اللي تواصل معاك. هل يوجد تسجيل للورشه؟ نعم يوجد تسجيل. حابب برضه التسجيل ممكن اتواصل معاك ونبعت له التسجيل ان شاء الله. شباب انا صعب اخد ارقام او اخد ايميلات منكم، انتوا تواصلوا على الايميل او الرقم اللي وصلكم علشان نبقى. لكن صعب جدا ان انا اخد دلوقتي ارقام، اخد ايميلات حد. مين اتواصل معاه؟ الدكتور هيدخل دلوقتي حالا يا شباب، حالا هيدخل ان شاء الله يرد على باقي الاسئله وياخد الاسئله اللي هي اللي فاضله، وان شاء الله نختم. ممكن
ممكن تبعت لك على رقم الواتساب او تبعت على الايميل اللي جالك عشان نبعت لك الشهاده. اسمك، الاسم اللي انت عايز تحطه في الشهاده وانا بكتبك ان شاء الله. دكتور. ايوه الحين فتح المايك. اوكي. احنا كنا في موضوع الكسب الجمعي يعني، وبالتالي بعتقد احنا يجب ان نبحث، الدكتوره اللي سالت يعني، انه نبحث عن اساليب جديده مختلفه تماما من اجل تحقيق الكسب الجمعي، بمعنى الكسب العدد الاكبر، حتى نصل الى يعني الكتله الحرجه المطلوبه لاحداث التغيير. بالنسبه للنطاق المركزي، النطاق المركزي هو بالفهم هو الكونسبت والاصل لوجود المؤسسه. وهذه في ناس كثير بتوه، يعني الاخت اللي سالت ليش احنا بنعتبرها قضيه مهمه في التفكير الاستراتيجي. يعني خلينا اقول شغله، مثلا لو كان النطاق المركزي لمؤسسه ما اللي هي والله موضوع التربيه، مثلا النطاق المركزي التربيه. ايش يعني نطاق المركز التربيه؟ يعني انا تبدا تضع اهداف من اجل تحقيق موضوع التربيه، فاذا تحققت التربيه وتحقق هدف التربيه تحقق المراد منها، وبالتالي تحقق المراد من النطاق المركزي. لكن لو جاءت وضعت هي الاهداف التربيه على سبيل المثال، ثم مع ممارسه الحياه هنا بسبب الضغوطات الخارجيه والداخليه بيبدا يحدث نوع من الانحراف قليلا عن الاستراتيجي او النطاق المركزي. وبدأوا الجماعة الموجودين أو في قيادات المؤسسة هذه يقولوا يا أخي طيب بس التربية، طيب خلينا ندخل مثلا في الجانب الاقتصادي، طيب بعد ذلك ندخل في الجانب السياسي، طب نعمل تغييرات في الجانب المجتمعي، نعمل إضافات في الجانب الرياضي. إذا أصبح هنا ضاع النطاق المركزي، وهي هنا في إشكالية، انه انت بديت بنطاق او اتفقت ان يكون نطاقك المركز التربيه، ثم بسبب الضغوطات او الرغبات بغض النظر داخليه او خارجيه بدات تتحرك باهداف او نحو توجهات ومسارات غير النطاق المركزي الاصل الذي انت اوجدت المؤسسه من اجله. هنا بيصبح في اشكاليه، حتى يصبح في اشكاليه في التقييم، بيصبح اشكاليه ايضا في تحقيق الاهداف والمراد من المؤسسه ومن الغرض منها، وبالتالي بتعمل اشكاليه في استراتيجيتها. طيب ما هي حيؤثر في عمليه، في مش بس في الفورميوليشن تبع الاستراتيجي تبع المؤسسه، انما ايضا في التفكير الاستراتيجي الى اين نريد ان نذهب بهذه المؤسسه. وهنا ياتي مفهوم النطاق المركزي، اللي هو ما هو المراد والسكوب او النطاق اللي المؤسسه موجوده من اجله. انا امل يكون يعني وضحت الصوره الى حد ما ان شاء الله. دكتور شكرا جزيلا. لو ناخد اخر حزمه اسئله يا دكتور. تفضل. استاذه علاء، لا فتحي، علاء فتحي فاضل. مرحبا. مرحبا. أهلا. مرحبا بك دكتور، ومرحبا بكل الحاضرين. شكرا اولا جزيلا على المعلومات القيمه جدا. دكتور، سؤالي البسيط يعني لحضرتك، هل ينجح التخطيط الاستراتيجي في ظل التهميش السياسي؟ هل ينجح التخطيط الاستراتيجي في ظل التهميش السياسي؟ وكذلك أريد المعرفة عن البيئة، هل لها الدور في التحفيز على التفكير الاستراتيجي؟ وشكرا لحضرتك. زياد، عليكم. وعليكم السلام، تفضل. سؤالي استاذ المقابل، اشكر الدكتور اولا على هذه المحاضره القيمه. سؤالي، المفكر الاستراتيجي يعني هو شخص يعني يقود عملية الإدارة بشكل جيد، ولكن عملية التنفيذ أي عملية،
أين موقعه من الهرم الإداري أو الهيكل الإداري؟ هل يكون يجب أن يكون قائداً أو يكون رئيساً أو يكون مديراً أو يعني ما موقعه؟ أين يمكن أن يكون موقعه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الصفات الأساسية للمفكر الاستراتيجي. يعني شخص لما لتختار شخص يكون مفكر استراتيجي، ما هي الصفات التي يجب أن تختار أن تتوفر فيها حتى يكون حتى تختار هذا الرجل؟ شكرا جزيلا. زياد شكرا. أستاذ ناصر محمد المصري. أستاذ ناصر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي ناصر محمد المصري من الكويت. أنا سبق أن عملت في مركز دراسات استراتيجية والمستقبلية بجامعة الكويت. شكرا جزيلا للدكتور. دكتور، أنا أنظر الأمر شوية بطريقة مختلفة. أنا كمواطن عربي أجد أن هناك من يفكر بالنيابة عني في قضية تكوين الاستراتيجيات. لم يأخذ رأيي في يوم من الأيام، وضعوا استراتيجية معينة للدولة وألزمونا وقال هذه هي الرؤية، هذا المستقبل وأنتم عليكم تنفذونه. عملوا الخطة، مر عليها 5 سنوات أو 10 سنوات، عملوا خطة ثانية. طيب الخطة الأولية صار عليها، كم نفذتوا منها؟ كم خدتوا منها؟ كم بقي عليها؟ ما هي الدروس المستفادة منها؟ إذا كانت الاستراتيجية هي فن الحرب والاستعداد لها لتحقيق أهداف معينة، ثم إذا دخلنا في الحرب هي فن إدارة الأزمة أو إدارة الحرب لتحقيق أهدافنا، هل هذا ينطبق على العالم العربي؟ أنا أعتقد إحنا بعيدين كل البعد عن قضية التفكير الاستراتيجي وعن قضية التفكير الحر وغيره. إحنا نتاج عملية تعليم معينة موجهة، اقتصاد موجه، إعلام موجه، حتى الاستراتيجية موجهة. وبالتالي يعني احنا نسمع ونقول ان شاء الله، الله كريم، الله يفرجها ويصير خير. لكن حقيقه من على الاقل 50-60 سنة من بدينا نستقل كدول وتكلمنا عن قضيه استراتيجيات، انا ما شفت هذا الامر. لما نتكلم عن المستقبل، اي مستقبل هذا؟ اقعد مع عيالنا وشوفهم، انت فاقدين الامل بالمستقبل. النظره الايجابيه مش موجوده. نعم هناك نقاط بيضاء في العالم العربي، تجارب طيبه، لكن في المعظم الواقع سيء جدا. ودي أخذ رأيك، ننتقل من مرحلة الطرح النظري إلى حقيقة يعني تكوين استراتيجية حقيقية تقنع عيالنا بالواقع الموجود، ما يعيش في الماضي إنما ينظر إلى المستقبل، بس نحدد الأمور بوضوح لهم. أنا حقيقة ما أجد أن عيالنا يجدون المستقبل في العالم العربي، قد يجدون في أوروبا، قد يجدون في أمريكا أفضل. والدليل على ذلك شوف الهجرات اللي قاعد تصير الحين، ما كانت هجرات عقول فقط، وانا عشت هذه التجربه من 42 سنه، انما هجره الشباب يموتون غرقانين في البحر الابيض المتوسط وفي المحيط وغيره عشان يهربون من واقعهم السيء. عطني، اقنعني ان هناك تفكير استراتيجي حقيقي يؤمن بالراي وبالراي الاخر، واقنعني ايضا بان هناك استشراف للمستقبل اذا كان هناك اصلا مستقبل. وأنا ما أعيش ترى يعني السلبية، أعيش الإيجابية، لكن أبي عيالي يكونون أفضل منه وأحفادنا يكونون أفضل منه. وجزاك الله خير يا دكتور، وأسف على الإطالة. حياك الله يا دكتور. الحقيقة توظيف الواقع وعرض الممكن أو عرض المادة العلمية يعني مختلف شوية، لكن احنا خلينا نسمع الدكتور نرد على الأسئلة وإن شاء الله يجاوب على سؤالك. تفضل يا دكتور. أوكي. هل ينجح التخطيط الاستراتيجي في ظل التهميش السياسي؟ يعني شوف، هو التهميش السياسي يمكن جزء منه، يعني جزء كبير منه. هو التهميش السياسي شيء، والتخطيط الاستراتيجي لحركات التغيير خلينا نقول شيء آخر. لكن التهميش السياسي بيأثر، نعم طبعا بيأثر التهميش السياسي، بل أنا بعتبره يمكن هو الدافع أصلا لمن يريد أن يغير باتجاه التفكير الاستراتيجي. هو محبط، نعم محبط، ولكن بالأخير هو قد يكون من يعني من الوجهة الإيجابية، مش هو إيجابي يعني أقصد من النظرة بالزاوية أخرى، ممكن يكون هو دافع باتجاه نفكر تفكير استراتيجي حقيقي ومعقول، وبالتالي ممكن أنه نطلع بشيء معين. لأنه في شيء مهم يا جماعة الخير، هو انت ما بتعيش في الواقع هيك لوحدك، يعني انت بتعيش في الواقع امام تحديات كبيره، في تحديات سياسيه، في تحديات اجتماعيه،
الموجودين في في يعني بعض على مستوى بعض الدول. طبعا في اشكاليه كبيره بالتهميش بالكبت، كل هذه القضايا موجوده. ما هو يعني احنا هذا الواقع الذي نعيش فيه ونحاول ان نغيره، لذلك كان قضيه طرح قضيه التفكير الاستراتيجي. فالتخطيط الاستراتيجي قصدك مش ينجح ولا لا، انت قصدك من التنفيذ بعد ذلك ينجح ولا لا. هو التخطيط ممكن انت تقدم خطه استراتيجيه حتى تعالج إشكالية التهميش الاستراتيجي السياسي الموجود، لكن يمكن يكون سؤالك أنت للتخطيط. نعم ممكن الإنسان يقوم بعملية تخطيط استراتيجي، لكن السؤال يصبح هل تنفيذ الخطة الاستراتيجية أو التنفيذ الاستراتيجي سيكون ناجحا في ظل وجود تهميش سياسي وصراع سياسي كبير؟ هاي طبعا هاي قضية أخرى تحتاج إلى حوار. القضية الثانية اللي هو دور في والله مش عارف، أنا نسيت دور إيش، مش عارف ده الأخت بتذكرنا. يا دكتور البيئة لها دور على التخطيط الاستراتيجي. دور البيئة في التحفيز. شوفي سيدتي، البيئة لها سيف ذو حدين، هي في نفس الوقت ممكن تكون محفزة لأن أنا بدي أغير وبالتالي أنا بفكر تفكير استراتيجي من أجل التغيير، وممكن أن تكون في نفس الوقت محبطة. بمعنى يعني يا أخي كل تفكير استراتيجي ما بزبط، حاولنا ما زبطت، حاولنا فمصل لمرحلة يأس. فهي سلاح ذو حدين، لكن إحنا وظيفتنا إنه إحنا ما نستسلم، وظيفتنا إنه نفكر تفكير استراتيجي وبالتالي نقول كيف ممكن أتغلب على الظروف البيئية المحيطة بنا حتى نستطيع أن نتجنبها. فلنعم هي في لها ظرف في تحفيزي وفي أيضا تثبيطي، لكن إحنا بدنا نأخذ الجانب التحفيزي. الفكر المفكر وين ممكن يكون، وين يعني هل هو المفكر الاستراتيجي ممكن يكون قائد ولا ممكن يكون مدير تنفيذ؟ السؤال مهم. شوف احنا بنحكي عن القياده، لما بيعرف القياده ببسط التعريفات بقول لك القائد ميزته عن المدير في شيء معين، انه القائد ملهم، القائد عنده افكار، القائد عنده رؤيه. هذا صحيح، وبالتالي هو عنده شيء من التفكير الاستراتيجي القائد. القائد اللي ما عنده شيء من التفكير الاستراتيجي هذا او ما عنده تفكير استراتيجي، وانتم شايفينه كثير اصلا بدون ما اضرب امثله، هذا بيصبح يعني مدير وبتاخذ الاحداث يمين شمال، وبالذات اذا ما كان حوله طاقم استراتيجي حقيقي بيفكر تفكير استراتيجي بخطط تخطيط استراتيجي، فبيصبح كل شيء عنده عادي وتتلاعب بالامور والاحداث يمكن بالمؤسسه اللي هو ينتمي اليها. القائد بشكل عام بدي يكون عنده حدث، بدي يكون عنده شيء من التفكير الاستراتيجي. لكن المفكر الاستراتيجي احنا بفكر صحيح، يمكن هو ما يكونش في 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 خضم كل الهيكلية هذه بصفته بفكر، لكن في نفس الوقت لا يعني انه ما يكون له دور تنفيذي. بالعكس هو المفكر الاستراتيجي كل ما كان اصلا وعاشر الادوار التنفيذية بيكون قدرته على التفكير الاستراتيجي وعلى الوصول لحلول معقولة بيكون أفضل بكثير من اللي ما مارس. يعني زي المهندس اللي بده يعمل لنا التصورات وعمره ما نزل على الموقع يعني وما شاف الدنيا كيف ماشي، وبالتالي يمكن يركب لنا أمور يعني تصبح يعني خلينا نقول في القضايا في الفكر والخيال أكثر منه بالواقع. فبالعكس أنا بشجع كل واحد مفكر استراتيجي إنه يخوض التجارب التنفيذية حتى يكون قادر على تقديم تصورات معقولة ومنطقية. فممكن يكون هو في له دور تنفيذي، لكن هو نمط تفكير استراتيجي، بس ايضا يجب ان يقدم اقتراحات وتصورات حتى يبرز هذا الجانب الموجود عنده. طيب شو مواصفات؟ احنا حكينا عن مواصفات المفكر الاستراتيجي، منها الحدث، منها اليقظه، منها الخيال، منها القدره على ربط الامور ربط الاحداث، منها متابعه التفاصيل، متابعه المعلومات، القدره على التحليل. هذه كلها مواصفات يعني يجب ان تتوفر في المفكر الاستراتيجي. هلا الاخ من الكويت يعني تطرق لموضوع يعني كثير حساس، وهو على مستوى الدوله، على مستوى الدول بشكل عام. يعني احنا لكل اللي ذكرته اخي الكريم اعتقد هذه المحاضره جاءت حتى فعلا ننشر قضيه التفكير الاستراتيجي عند الجميع، يوم الموجودين عندنا، الموجودين في الدولة، اللي موجودين خارج أجهزة الدولة، إنه هذا النمط من التفكير يكون ننشره، لأنه إذا نشرناه بصير الناس تتفكر يعني تعرفه، بصير عندها علم فيه، بصير يمكن تتقبله في المستقبل حتى لو كانوا بعد ذلك مسؤولين في الدولة.
لكن احنا اشكاليتنا التفكير الاستراتيجي على مستوى الدول في مشكله. نعم في مشكله، ويعني لا احد يستطيع ان ينكر انه لا يوجد مشكله في قضيه التفكير الاستراتيجي لدولنا، واحنا شايفين هذا الامر في بشكل واضح، مش بس في داخل الدوله في البعد الجيوسياسي داخل الدوله، لكن نجده ايضا في البعد الجيوستراتيجي خارج الدوله، واضح تماما لكل الدول العربيه. انتم شايفين يعني لا نحتاج ان نضرب ادله على ذلك. قضية تغيير الخطط وتقييمها، نعم، لأنه إحنا ما في عنا سيستم أخي. إحنا إشكاليتنا إنه ما في عنا مؤسسات حقيقية بتدوم. يعني مثلاً لو جينا نقارن في بعض الدول الغربية تجد إنه لا، هناك في مؤسسات بتحكم، إذا راح الحاكم جاء الحاكم، جاء الطاقم مع الحاكم، راح الطاقم مع الحاكم، ما عنده مشكلة، المؤسسات شغالة، المؤسسات بتراجع خططها، بتقيمها، بترفع تقاريرها وتوصياتها للمسؤول، بعد ذلك له حق أن يقرر، يرفض، لا يقرر، بيستخدم الفيتو، ما بيستخدم الفيتو، قضية أخرى، بس حقيقة فيه موجودة مؤسسات بتتبع وبتقيم إلى آخره. إحنا هذا الموجود يعني مش موجود عندنا. يعني إحنا بيجي المسؤول بيقول لك أنا مسؤول، يمكن ينسي كل ما كان موجود في السابق. بدأ أقول لك في بعض المؤسسات على فكرة على المستوى الحكومي وعلى غير المستوى الحكومي، يعني حتى على مستوى حركات بيأتي مسؤول أصلاً بغير كل الطاقم from A to Z وبيبدل ويبدأ من طاقم من جديد حتى يبدأ من الصفر عادي. أنا للأسف هذه الثقافة مش موجودة، وأنا أعتقد يعني مثل هذه المحاضرات ومثل نبدأ نتحدث في الأمور الحقيقة حتى فعلاً نشكل يعني sense of urgency مهم جداً عند الجميع، لأنه فعلاً إحنا في عندنا إشكاليات كبيرة بكل شيء. ولذلك لأنه ما في عندنا تفكير أخي استراتيجي، ما فيش عندنا قضايا الأساليب الصحيحة والعمليات الصحيحة، مش بس في التفكير، في التخطيط وفي التنفيذ، بنبدأ إلى الإغصاب، يعني اللي هو سميته حضرتك مثلا التوجيه، خلاص هي هيك يلا افعل، لا تطول لسانك ولا تغلبنيش، هي بهذه الطريقة بهذه الطريقة. وهي طبعا لها يعني اسباب كثيره، اعتقد حضرتك يمكن في مركز دراسات يمكن انتم متوصلين لنتائج يعني لاسباب هذه الامور، التربيه والنفسيه والتعليم والقبول والانظمه الموجوده وعدم وجود عندنا انظمه، كل هذه اشكاليات كبيره. لكن احنا الان دورنا والله اخي انه نحاول ننشر مثل هذا التفكير سبحانه وتعالى، يعني يحدث لنا او يساعد في تغيير معين، وهذا نعتبره يعني حتى يغيروا ما بأنفسهم، ننشر هذه الأفكار بقوة وبشكل موسع نوصل لمرحلة أفضل مما نحن فيه. الله شكرا لكم مولانا. المعلومات القيمة وشكرا على المداخلات وعلى حضورهم طبعا في البداية. طبعا برنامج اليوم المفروض ساعتين، لكن الحمد لله احنا خلصنا قبل الموعد بشوية. انا كنت اتكلمت في الدكتور لما الدكتور خرج، كنت اتكلمت على موضوع الشهادات، واتكلمت على موضوع التواصل بخصوص الشهادة، بخصوص التسجيل المحاضرة لو حد حابب يطلع على تسجيل المحاضرة. انا حابب اشكر الدكتور شكرا جزيلا الحقيقة دكتور على هذه المحاضرة الجيدة، ان شاء الله هتكون مدخل لمحاضرات ونتعمق اكثر في موضوع التفكير الاستراتيجي. زي ما وعدنا الدكتور في المحاضرة كان في موضوعات من الموضوعات اللي بيتكلم عنها كانت محتاجة اكثر تفصيل وتفسير وشرح اكثر، فان شاء الله نحاول نعيد اكثر من الدكتور بحيث ان احنا نخش في الموضوع بشكل اكثر تعمقا. يعني انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله موعدنا قريبا جدا مع برنامج تدريبنا تحت عنوان اعداد الخطه والموازنه في المحليات، وده برنامج تخصصي جدا، فاللي حابب برضه يشترك يتابعنا على يعني على مجموعاتنا على الواتساب، وفي طبعا برامج اخرى، وان شاء الله كمان مع الدكتور وائل شديد هنحاول نرتب معاه برامج اخرى ان شاء الله في الفتره القادمه. بشكركم شكرا وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا. شكرا. شكرا.